زيت الحب السوداء او الحب السوداء مع العسل مطحونة مطحونة طحن شديد. استعملته يا شيخ من كثير سيستعمل كثير هذا والله. شو عمل معه؟ والله ما بذكر ما كاتب فائدة يا شيخنا يعني سريعة طالب ثلاث ايام. طيب انت تتحدث عن تجارة، انا الان في شيء مزعجني جدا ووجع في ذراعي في المفاصل، وصرت واقف على طبيب مختص في المفاصل منذ شهور، فمع استعمالي للأدوية اللي بيصفونها ما عم اشعر بفائدة بل بتأخر. فهل يعني فيما تعلم من هذا الطب العربي بل النبوي شيء يعالج هذا المرض الذي تشعر به؟ كيف شعورك بالألم؟ بالمفصل نفسه ولا بالعضل؟ في شيء في المفصل وهذا اللي بيألمني كثيرا. في المفاصل كلها، المفاصل في عندي ركب، هاي الركبة مثلا يسرى أشد من اليمنى، وفي الذراعين على العكس من ذلك، في المرفق الأيمن أشد من الأيسر. هنا يطيب لي الغمز اللي بيسموه التكبيس، مساج هذا في اللغة اللي قرأناها في الحديث يسمى غمزا. نعم. هذا يعني لو واحد كبسني هيك وغمزني ليلا نهارا ما اقول قطي قطي. والله بتخلص. والله بتخلص. انت لو بدك تعمل لي هذا من حين لحين بصير عندي شيء. طيب. ايه. في شو عندك؟ فمن عمل.